تجربة عدة خطوات تكتيكية جديدة هيضيفها على الأداء لزيادة الفعالية الهجومية. ده اللي توصلت له من الكلام مع الجهاز الفني. هنشوف كلنا بكرة طبعا يعني ما كانش فيه توضيح أكتر يا أستاذ مصطفى؟ ما هو حضرتك عارف مستر كوبر مقل جدا في الكلام وفي الكلام الفني بالذات وعن الخطة التكتيكية، لكن ده انا بقوله لحضرتك من مجرد مناقشات مع مستر كوبر واعضاء في الجهاز الفني. وكل هيبان بكره باذن الله، احنا مستعجلين ليه؟ اكيد يعني انت عارف بنعمل تشويق للمشاهدين، حضرتك عارف يعني. طب قول لي من وجهة نظر حضرتك الشخصيه، هنشوف محمد صلاح زي ما بنشوفه في ليفربول ولا هنشوفه زي ما بنشوفه في منتخب مصر؟ والله هو محمد صلاح في منتخب مصر او في ليفربول لا هو لعيب مختلف. متفوق جدا. مختلف. لا، لعيب متفوق جدا الحمد اكيد لله. طبعا محمد اكيد صلاح كان له دور اساسي وكبير في صعود منتخبنا لكاس اكيد العالم اكيد اكيد. وفي اسعاد المصريين، وكمان لا محمد صلاح قصدي كان له دور دوره كبير. الهجومي، دوره الهجومي او فعاليته الهجوميه بتبقى قليله قوي في منتخب مصر، يعني بنروح مره مرتين. لكن صلاح طبعا نجم، احنا مش هنتكلم على لا صلاح ما طبعا شاء الله، طبعا حضرتك العالم بيتكلم عليه. طريقة اللعب وكمان حتى المنتخبات الأداء اللاعبين في المنتخبات بيختلف كتير جدا عن أدائهم في الأندية، لأن طرق اللعب واللعب في الدوري الإنجليزي مفتوح. أنا طبعا مش حضرتك سيد العارفين في الفنيات مش أنا، لكن اللعب في الدوري الإنجليزي طبعا كله مفتوح وبيسعوا لزيادة الكثافة الهجومية وتحقيق أكبر عدد من الأهداف وهكذا. المنتخبات عموما حتى لو حضرتك رجعت وبصيت على كبار نجوم العالم هتلاقي فعاليتهم مع منتخباتهم قليله عن انديتهم، والدليل ميسي وكريستيانو رونالدو وفي التاريخ كتير لو رجعنا، لان المنتخبات بتبقى مسؤوليه وطنيه اكبر منها مسؤوليه فنيه، فاكيد بيبقى في التزام اكتر وعدم انجراف للهجوم وحفاظ على الدفاع يعني. تمام. انا اقتنعت والله، انا اقتنعت كده بردك. بصراحه يعني ردك يعني اقنعني. طب قول لي المنتخب البرتغالي، العفو، المنتخب البرتغالي هيلعب مباراه بكامل نجومه في الشوط الاول ولا هيكون في تغيير؟ هنشوف كريستيانو بادئ المباراه. المنتخب البرتغالي بكامل نجومه وصل حالا، لسه وصل حالا من البرتغال الى زيورخ، يعني يمكن هم لسه ما وصلوش الاوتيل حتى، هم لسه خارجين من المطار. لكن المنتخب البرتغالي جاي بكل نجومه، مش هيكون للمنتخب البرتغالي اي تدريبات قبل المباراه. المنتخب البرتغالي هيشارك في المباراه وهينهي المباراه والمؤتمر الصحفي، وهيسافر قلت لحضرتك بعد نهايه المباراه عشان عنده مباراه هامه مع المنتخب الهولندي في نفس موعد مباراتنا مع المنتخب اليوناني. تمام استاذ مصطفى طنطاوي، انا بشكرك جدا على هذا التوضيح والتفصيل، كمان شكرا جدا جدا لحضرتك.